موضوع المياه على الرئه. في ناس كتيره جدا تحب تالف كده، يقول لك اصل انا ايه ما عنديش مشكله. ارتفاع ضغط الدم يا دكتور المفاجئ، علاقته ايه بالموضوع ده؟ اي حاجه بتاثر على الناحيه اليسرى من القلب بتسبب تجمع الميه على الرئه. الفكره ان ايه اللي بيحصل لما الضغط بيعلى فجاه؟ القلب بيجي يدق يلاقي مقاومه عنيفه ما بيقدرش يشتغل، تيجي الرئه تبعت له الدم يقول لها لا انا اسف مش هستقبل. الرئه الدم يتجمع فيها، تروح مفلتراه تطلع الميه فيه وتفضل ترشح ميه ترشح ميه، فحله ده يعتبر من الطوارئ، وده ما ينفعش تعالج في البيت وما ينفعش تعالج في الصيدليه. موضوع الصيدليه وما ينفعش نقعد مستنيين الدكتور لما يجي العياده. اللي عنده نهجان مفاجئ وارتفاع شديد في ضغط الدم بيبقى معاه زغلله في العين، واحيانا بيبقى معاه اعراض عصبيه يا اما تنميل يا اما تقل في الحركه، لازم يروح مستشفى فيها رعايه مركزه فور. عشان يتشاف في الطوارئ، ياخد الادويه العاجله لارجاع ضغط الدم لرقم قريب من الطبيعي. عاده ما بننزلش الضغط مره واحده للرقم الطبيعي، تمام، بننزله رقم قريب من الطبيعي. ده لازم يتم بشكل عاجل طوارئ، ما يستناش للصبح. تمام. طب انا عايز حضرتك يا فندم تقول لي برضو مشاهدينا الضغط الطبيعي كام على كام، عشان برضو في ناس بتحب تالف في الموضوع ده شويه. الضغط الطبيعي المفروض يكون من 110 ل 130 على من 60 ل 90. طيب تمام. معانا سماح لحد كام؟ منظمة الصحة العالمية زمان كان السمح لحد 140، دلوقتي وقفتها عند 130. من 130 ل 150 محتاجين نتكلم مع الطبيب في اننا نعدل اسلوب الحياة، طريقة الاكل، ولو هناخد دواء خفيف او لا. تمام. اكتر 150 لازم ناخد دواء ولازم نروح للطبيب على طول. تمام. تمام. فالارقام دي مهمة ولازم كل واحد يبقى عارفها، لان انا لاحظت ان في ناس ضغطهم 130 وبياخدوا علاج ضغط باستمرار، وهم كل مشكلتهم انهم لما بيتعصبوا شويه ظروف الحياه على شويه. ده مش صح ان ياخد دواء ضغط، مش صح، لانه مش هياخد منه غير الاثار الجانبيه ومش هيحمي نفسه من حاجه. للاسف هو ساعات بيكتب الدواء لنفسه غالبا، يعني للاسف. يؤسفني اقول لك الكلام، يقول لك انا يروح الصيدليه يقيس الضغط يلاقيه مثلا 135 130 140 لو سمحت انا، وعارف اسم الدواء اللي هو بياخده حد تاني مريض ضغط. يا عم ده حاجة وده هو حاجة. بيشخص الضغط بالصداع. بالصداع. أنا لاحظت إن معظم المرضى اللي بيجوا لما بيقول إن ضغطه عالي بيبقى عايز يقول إنه مصدع. فتقيس له الضغط تلاقيه طبيعي، يقول لك طب أنا مصدع ليه؟ فهو بالنسبة للناس إن ارتفاع الضغط هو السبب الوحيد للصداع. مصدع عشان ما نمتش، مصدع عشان بتشرب سجاير، مصدع عشان شارب 4 5 كوبات قهوة الصبح. ففي اسباب كتير احنا بنعملها غلط هي اللي بتسبب ان احنا نبقى تعبانين. طيب مشاهدينا الكرام، يعني